السلام عليكم أنيقات، مرحبا بكم في فيديو ديالنا جديد، أناقة جديدة والتوب اللي داير ضجة حاليا، التوب اللي صراحة تيجي غزال هماوي، الصاري الهندي أولا المطروز الهندي اللي كيجي تبارك الله ما شاء الله عاطر العين، وخرجوا فيه زواقات بزاف. في هذا الفيديو إن شاء الله غنعطيكم معلومات عليه ونهضر لكم عليه وغتشوفوا بعض الموديلات عليه. فهاد المطروز الهندي ولا الصاري الهندي ما تيعذبناش في الخدمة، ولا كل الخدمه ديالو سامبل، لان ما شاء الله غير هو عاطي العين. كاين اللي كيبغي يزيد عليه اضافات خدمه اخرى، فكاين اللي كيبغي يزيد عليه زواق المعلم، ولا كيزيد المهم شي حاجه اللي غتزيد تبينه. واغلبيه كيكون العريسات اللي كيكون مشارجي بزاف، فاذا كنا حنا غادي نلبسوه راه غير بوحدو ما شاء الله عاطي العين، خواه ماوي كيجي غزال. فهذا الموديل اللي زوين فيه بزاف، وهاد الضجه والالوان اللي فيه، وفيه بزاف ديال الموديلات ديال الطرزات، كاين اللي كاين بالكارو، كاين اللي الزواق، مهم موديلات مختلفه. انا في الفيديو حاولت ندير لكم بعض الزواقات باش تشوفوه، وصورت لكم حتى تاتو بوحدو باش تاخذوا فكره ليه كيف داير. تيجي صراحه زوين، تيجي انيق مزيون، لكن اللي غنوصيكم عليه بالنسبه للاكسسوار بعدا، هذا ما تيصلحش اننا نديرو لي زاكسسوار بزاف، هذا من جهه. من جهه اخرى نحاولوا نختاروا لي زاكسسوار بعنايه اللي غادي نديروهم معاه، ما نديروش اي اكسسوار، لان هاد التوب خصنا نلبسوه بالمحاوله دغيا كيتشنتف، دغيا الا قاستو شي حاجه راه تيتسل، فهو خصنا نلبسوه ديك اللبسه ديال النخوه، ديك اللبسه الراقيه الزوينه ماشي ديال اننا نتكرفسو عليه، لانه هو راه تبارك الله داير زعما الثمن ديالو كل بلاصه وبشحال تيبيعوه، زعما الثمن الرسمي ديالو ما نقدرش نقول لكم الثمن ديالو، ولكن تبارك الله ما شاء الله راه غير داك الخدمه ديالو وداك الشيء راه باين عاطي العين، باين غيكون بثمنه. فكما كتلاحظوا نقدروا نخدموه بالسامبل بلون واحد، نقدروا نزيدوا عليه لوينات، ولكن ملي كيتخدم بالسامبل كيزيد يبان الثوب كما كتلاحظوا في هذا الموديل. فكذلك المضيمة نقدروا نديروا مضيمه ذهبه، ولا نديروا مضيمه ديال الثوب حتى هي كتجي انيقه. هنا لاحظتوا حاولت نزومي لكم باش تشوفوه قريب وتشوفوا الزويبقات ديالو كيفاش دايرين الخدمه ديالو. هو صراحه تيجي كلاس، تيجي زوين لف الباس تيواتي بعدا لي طاي كاملين. الناس اللي تيخافوا انهم يلبسوا الالوان ممكن يبيني غليظه، ممكن يبيني ضعيفه، فهذا غير الفصاله اللي كتلعب فرق. فلا لاحظتوا في الفيديو راه درت لكم عده فصالات، كاين فصاله اللي هبطه دروا ايفازي، كاين الفصاله اللي جايه سانتري يعني كتبين لاطاي بزاف، على حسب حنا وكيفاش غادي نفصلوه على الطايه ديالنا. والموضوع ديال الفصاله راه مازال ما درتكمش فيديو عليه باش نوضح لكم، تاخذوا واحد الفكره اللي تكون مزيانه، هكا تكونوا عارفين شنو غادي ديروا في الفصاله شنو اللي غيواتيكم، ما تكونوش زعما حايرين من الناحيه. وكما كنعرفوا ان التوب اللي كيكون واقف بزاف بحال البروكار بحال هذاك كيزيد يبين الطايه غليظه، فهذه غير معلومه خفيفه غادي نعطيها لكم. هذا لا لاحظتوا واخا شويه واقف، ماشي داك الوقوفيه اللي زعما تيبين كيعطي الفوليوم شويه، يعني ما هو واقف ما هو نازل، يعني اللي كيخاف من هذه القضيه راه تيجي زوين. لا لاحظتوا في الفيديو راني درت لكم مع طايه عامره وطايه ضعيفه باش تشوفوا زعما تيجي مع لي طاي كاملين، هو ماشي نازل بزاف ولكن ما واقفش، يعني ما بين وبين. ومن الاحسن ان نديرو له التبطين، التبطين كيزيد يعطيه داك واحد اللمسه زوينه. التبطين ضروري لهاد الثوب باش ما كتبانش ديك الخدمه ديالو من التحت، لانه اللي تسمى المطروز الهندي فيه الطرز وفيه التنبات، يعني فيه الخدمه. هو واخا تيكون مغلف ديك التغلف ديالهم غير خفيف، ضروري نديرو له حنا التبطين، التبطين باللوين اللي بغينا تيجي تري تري كلاس. اللي غنأكد لكم عليه هو الخدمه، حاولوا انكم ديروا لون ولا جوج لوينات كاع باش نعطيو لذاك الثوب حقه يزيد يبان. هو تبارك الله راه باين، ولكن ملي كتكون تنسيق مزيون كيزيد يبينو اكثر وكيجي نخوا اكثر. ف هذا من جهه. من جهه اخرى ان الا بغينا نديروا شي حاجه خارجه على المعتاد، مثلا كما كنعرفوا تكسي طقفطان راه واضحه الفكره، ولكن نفس الثوب اننا نديروا به جبادور راه كيجي شي حاجه اللي روعه،
وهذا صراحه كرياسيون سبيسيال للكليانات، يكون غنصوبهم ان شاء الله. وكانت هذه فكره اللي بارطاجيتها معاهم وعجبتهم بزاف. فإلا بغيتوا تشوفوا هاد الموديلات هادو نقدر ندير لكم عليهم فيديو بطبيعه الحال من بعد الاذن ديالهم، لان ملي كتكون شي حاجه سبيسيال فراه كيكون مول هذاك داك الموديل هو اللي عنده الحق انه يديسيدي يبان ولا ما يبانش. كما كتشوفوا التوب تبارك الله تيشكر راسه. الفكر المعلومه عفوا اللي بغيت نبارطاجيها معكم هو ان هذا المطروز الهندي يشبه كذلك التوب ديال الحاج عمر المنبت. فراه كاين التوب ديال الحاج عمر المعروف الغني عند التعريف، كيكون فيه حتى هو بزاف ديال الالوان وفيه الزواق بزاف وفيه وداخل فيه التنبات، فحتى هو راه كيشبه له. هما بجوج بهم كيجيو غزالين، بجوج بهم كيجيو هماويين. فهذه غير فكره باش تعرفوا، لان ما تكونوش ما تاخذوش فكره بان راه كلشي كيكون صاري الهندي. لا راه كاين عندنا، وعاد الحاج عمر راه كيتعتبر من شي حاجه اللي قديمه عندنا في المغرب، كنعرفوها ولبسوها جدود جدودنا، شي حاجه اللي قديمه. غير هو كيتزادوا عليه اضافات، كما كنعرفوا اي حاجه كيتزاد عليها اضافات، كيتزاد عليها افكار، وكتعطينا نتيجه زوينه اللي كتكون تبارك الله نتيجه اللي كتعطي شي حاجه انيقه غزاله نخوه وهماويه. فكنتمنى ان كاع هاد المعلومات اللي بارطاجيت معكم تفيدكم، وانني رضيت جميع الاذواق الناس اللي تواصلوا معايا بخصوص هاد الصاري الهندي. ما تصورش بزاف، لان كيقول لي عافاك حطينا عليه فيديو حطينا عليه فيديو، فقلت نحط لكم فيديو هكا نجمع لكم فيه هاد المعلومات اللي تنتمنى انها تفيدكم. وكانت اي استفسار ولا شي حاجه كما كتعرفوا راه تنقول لكم مرحبا بالجميع وبشهاده كاع الناس اللي تيتواصلوا معايا. فانا ما تنعز حتى شي واحد انه تواصل معايا وبغى فكره ولا معلومه نبخل عليه بها، بالعكس حنا كنبارطاجيو المعلومه مع بعضياتنا، فهاد الشيء كيجي في اطار التعاون، ما كاين حتى شي مشكل. كذلك كاين ان شاء الله فيديوهات قديمه، فكاين فيديو خاص على القفطان المبرات، هو كتسولوني بزاف عليه خصوصا في هذا الموسم هذا. كيكون الاقبال بزاف ملي كيبدا شي شويه الحال يبرد، تيولي الاقبال بزاف على المبرة. المبرة اللي كتكون حرير راها كتلبس في الاوقات زعما في اي فصل، ماشي ضروري غير في الوقيته اللي كتكون بارده. المبرة اللي كتكون يعني متوسطة هي اللي كنقدروا نلبسوها، لان كتكون شي شوية ثقيلة ومزموتة. فان شاء الله غيكون فيديو على المبرة، وغيكون فيديو تاني على الكيمونو المبرة، لان حتى هو كتسولوني عليه بزاف. ندير لكم جوج فيديوهات، هيبقى لكم ثم الاختيار في اللي نسبق لكم. فكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالنا ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بالدعوات ديالكم الزوينه، وما تنساونيش بالتشجيع ديالكم باللايك وبالبارطاج، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم.